ده ضايع منك ده ولا ايه؟ في ايه؟ ربنا يبارك لكم. يلا مجمع، يلا مجمع عشان لازم واحده لقيتها صيعه. ابدا بيها ايه؟ واحده لقيتها صيعه دارت يا صيعه. يلا استاذ محمد، ده برحب بيك معايا في اولا. الف مليون مبروك على الفيلم، ان شاء الله يكسر. الله يبارك فيك. ميرسي. كنت عايزك تحكي لنا تفاصيل الفيلم اكتر، خصوصا ان دوت او عمل اول مره ينزل تشوفه الناس مفاجاه. والله مبسوط جدا بالتجربه، مبسوط بالعمل في فيلم سكر. فيلم غنائي استعراضي، بقالنا فتره طويله جدا يمكن ما حصلش فيه. اللي حصل فيه ايه بس؟ طب نقول تاني بقى الموضوع ده عشان في دخل بتاع. ايه اللي حصل؟ كنت عايز حضرتك استنى هنقول تاني. انت كريت. استنى، اللي في كطات وفي ناس هتتخانق وناس بتحاسب التاكسي. كنت عايز حضرتك تكلمنا على تصوير المشاهد في الفيلم، خصوصا برضه ان الفيلم مختلف. هل المشاهد كانت صعبه كانت سهله؟ اه طبعا، لان هو الـ 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 العمل او الفيلم مش تمثيل بس، لا ده فيه استعراض وفيه غنى، فبالتالي كان فيه بروفات على مستوى الاستعراض، فيه مره واثنين وثلاثه واربعه اثناء التصوير عشان ناخد احسن كادر او احسن سينك، لان الحاجات دي طبعا بتذب الشعره ولازم الناس تعمل استعراضات بالشكل المظبوط. فده بالتالي كان في بروفات على مستوى الاستعراض وبروفات على مستوى الغناء، مش كاركترات بس او مش تمثيل بس او كده يعني. انا فرحان بيها جدا يعني، وبفكر اعمل شيفت كارير يعني، لا اما رقاصه لا مغني، حاجه من الاثنين يعني. اي خدمه. شفت انت ممكن على المايك ثاني او على المايك بس؟ حضرتك ممكن تقدم دور اكشن بس اكشن بحت. ممكن اتعرض علينا على فكره. انا ومين يا فندم؟ انا وكانو ريفز. ايوه كان فيلم جوني ويك، كنا هنسميه ويك ويك. ان شاء الله كسر الدنيا، ان شاء الله كسر الدنيا.